جلال، احنا جيرون ديال المطعم ديال بيسكادورو اللي هو واحد المطعم اللي مختص في الاكلات ديال السمك، فهو هنا متواجدين ب 12 شارع زنقة محمد الدجوري في المدينة، في السنتر ديال المدينة ديال الدار البيضاء. فاحنا حاولنا انه في هاد الجائحة نكونوا من بين الناس اللي بغينا نكونوا مشجعين ونشجعوا انه الناس يحلوا، انه باش يعني نعطيو واحد الرونق لا في الماكلة لا في لونبلاسمون، باش الناس نحاولوا انهم بوغ سيرفيغ الناس ديال الناحية ديال شارع محمد الخامس. ونتمنوا انه ان شاء الله يكون داكشي عند حسن النظر ديال الزوار ديالنا. فالمميزات ديال المطعم هو انه تيكون يعني واحد الرونق ديال الطبخ المغربي للسمك، يعني السمك ديالو تيبقى دائما طري سيلون لاغيفاج دو جور، وطبيعه الحال تنديرو يعني جميع الاطباق اللي المغاربه مولفينها في يعني في الطريقه ديال الطبخ ديال السمك. فكاين على بلونشا، كاين على الفاخر، كاين لي فريتور، سورتو كاين الفران، دونك كاينه بايلا. دونك تنحاولوا ما امكن انه نوعوا يعني الطريقه ديال البسطيله بيان سور كاينه، انه في الطريقه ديال الطهي ديال او الطبخ ديال السمك، ونحاولوا انه نقدموا للناس واحد البرودوي اللي يكون مزيان يعني وعن متناول الجميع. طريقه التفكير ديال الاستثمار هي، شوف اسيدي، احنا كمغاربه فلا في كونتينيو اللي جابها سي دار بي اللي كاينه، فكاينه الجائحه فلا بد من الاستمراريه انه تكون في العمل والاستثمار. ونتمنوا انه جميع المغاربه ما يوقفوش وما تبقاش هذيك تكون هذاك التفكير السلبي، نتمنوا انه نكونوا ايجابيين في التفكير ديالنا ونهضوا يعني لا بالاقتصاد ديالنا لا بهذا، وكمال لله ان شاء الله. وهي دابا تقريبا حنا يعني كاين يعني نتمنوا من عند الله انه يعني نشوفوا انه انطلاقه ونشوفوا انه كيفاش غادي يعني من هنا للقدام. بطبيعه الحال كاينين يعني تنتمنوا انه هذاك هو التفكير يعني من هنا للقدام يعني سابق الاوان ديالو الان، ولكن دابا نتمنوا ان المشروع ينجح ويبقى في نفس الصبغه ديالو ويكون خير ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.